أجرى عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا مع مدير الفريق الملكي للقدرة ورئيس الوفد الإعلامي وفرسان الفريق الملكي بمناسبة الإنجاز الكبير الذي تحقق في بطولة العالم للناشئين بتشيلي. وقد أعرب جلالة الملك المفدى في اتصاله الهاتفي عن تقديره واعتزازه بما حققه فرسان الفريق الملكي للمركز الأول على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق، مشيدا جلالته بما قدمه الفرسان من مستويات كبيرة ومتميزة، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجاز الكبير. اليوم اللي سووه الشباب ما خلوا لي كلام أقوله، بس الحمد لله رب العالمين. وهاي توجيهات سمو الشيخ ناصر، الواحد إذا يشتغل بجد ويشتغل من قلبه ويحط شيء في باله يعني ينقصه بس توفيق من رب العالمين ويفوز. الحمد لله رب العالمين، هاي اللي حصل لنا اليوم. بيض الله وجه فرسانك كلهم، عيالك أبطال طال عمرك، تستاهلون الذهب في الفردي والفرق. عندك الخاطري هلا هلا يا هلا. هلا والله طال عمرك، مبروك، الله يبارك فيك. فنشتنا اليوم وهذا مو بغريب، ما تقصر طول العمر، فضل الله ثم فضلكم علينا. من أول ماشي الشيء. إن شاء الله طول العمر إن شاء الله. حسبك تعبان؟ لا والله الحمد لله. مرحبا طول العمر. أهلا مبروك أحمد، مبروك. الله يبارك في حياتك يا طول العمر. ما قصرت صدرك. الحمد لله يطول عمرك، هذه من فضل الله ثم دعمكم، الله يطول عمرك. مشكور يا طويل العمر، فرحت عيالك كلهم، فرحنا فرحت كلنا، الله يحفظك على الاتصال. سامي الله يحفظك. الارتفاع الاخر للتسليه كم؟ والله طويل العمر هي على منطقه البحريه وفي مناطق مرتفعه، بس مو بارتفاعات شاقه، بس المسالك وعره اللي مسوينها، مو مسوينها فيري تكتيك، يعني يقولون عشان اللي يفوز ببطوله العالم يستحق هذه البطوله. ترى على فكره اخذنا البطوله قبل في البحرين. نعم بطوله اخذنا في البحرين، نعم الله يسلمك. وهذه على المستوى العالمي خارج البحرين اول بطوله طبعا. اول بطوله اي انا نوضحها. نعم الله يسلمك. وبعدين اخذنا الفردي والفريق.